بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أعزائي متابعي قناة أولاد الملك، أهلا بكم في فيديو جديد عن قصة طفل صغير اخترع جهاز أبهر كل المدرسين فكرموه في المدرسة، ودار الحوار ده بين المدرس والطفل. المدرس سأل وقال له مين ساعدك في الاختراع؟ الطفل قال له بابا يسوع. المدرس رد وقال له أكيد هو ادالك النجاح، لكن أنا قصدي مين كان بيركب لك شيء أو بيعمل لك شيء أنت مش قادر عليه؟ الطفل قال له أنا بابا متوفي وماما مش بتقدر تساعدني لأنها تعبانة، وهي قالت لي لما بابا مات إن بابا يسوع اتبناني وبقى بابا، ومن ساعتها أنا بعتمد عليه وهو اللي بيساعدني. المدرس باستغراب ساعدك إزاي يعني؟ الطفل قال له هو بيسمع أنا عايز أعمل إيه، وهو كان بيقول لي ده ممكن تعمله كده ودي ممكن تركبها بالشكل ده. المدرس باستغراب كان بيرد عليك إزاي يعني؟ الطفل أنا كنت بقف أصلي وأكلمه ومغمض عينيا وهو بيرد جوايا. المدرس إزاي يعني بتتخيل قصدك؟ الطفل قال له ممكن يا مستر تغمض عينيك وأنا كمان هغمض عينيا. المدرس حاضر يا سيدي. الطفل صلى وقال يا بابا يسوع ممكن ترد على أسئلة المستر لأني مش عارف أفهمه، وابتسم الطفل وقال له شكرا يا رب، وفتح عينيه ولقى المدرس بيبكي بحرقة وهو بيقول قدام المدرسة كلها أنا ليا سنين طويلة مش بصلي وعملت كده وأنا بسخر من الطفل، لكن كلماته البسيطة حركت شيء جوايا وتغيرت حياة المدرس، وبقى هو كمان بيكلم بابا يسوع وبيرد عليه. خد معاك بابا يسوع في الصباح قبل خروجك من المنزل لتعلم أن تأخذ معك قلب الرب يسوع لتسلك في المحبة مع الجميع، ووجه الرب يسوع لينير لك الطريق، ويد الرب يسوع لتعينك وتعددك في صعوبات الحياة، وفكر الرب يسوع لكي تكون وديعا ومتواضعا، وأرجل الرب يسوع لكي تجول لتصنع خيرا، ولسان الرب يسوع ليعطي لكلامك نعمة للسامعين، وعيني الرب يسوع لكي لا تنظر إلى عيوب الناس بل إلى فضائلهم. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. إذا عجبتكم القصة ياريت تعملوا لايك وشير عشان أكبر عدد ممكن يستفيدوا منها، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل جديد بنقدمه، وخليكم دايما مع أولاد الملك. سلام ربنا يكون معكم.